يقول: هناك من يقول بأنه يجوز الدراسة على أهل البدع، مستدلا بأن شيخ الإسلام ابن تيمية كان أكثر شيوخه عندهم بدع. وش يدريك؟ وش يدريك أن شيوخه عندهم بدع؟ هذا من التطول على أهل العلم وعلى نعم. ولا تجوز الدراسة على أهل البدع، تتأثر بهم. هناك أهل سنة والحمد لله، ولو تسافر لهم، ولا تتعلم على أهل البدع وعلى أهل الشرك. نعم.